فقوله تعالى وهو أعلم بالمهتدين، يعني أعلم بمن يستحق هذه الهداية، بمن هو محل لهذه الهداية، ولكن لا يعني أن يبقى العبد دون أن يعمل احتجاجا بالقدر. فلو قال قائل لماذا أعبد الله وأنا لا أدري ما هو مصيري، نقول إن أمر القدر سر مكتوب، وما يدريك أن الله سيضلك. وإذا قال تعالى ويهدي إليه من أناب، وقال تعالى ويهدي إليه من ينيب، وقال تعالى بالحديث القدسي من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فليس هناك احتجاج بالقدر على فعل المعصية أو على ترك الواجب. القدرية لم تفرق بين المشيئتين والإرادتين الكونية والشرعية ظلت، فإنهم لو فرقوا لما وجدوا مثل هذه الشكوك. الله عز وجل أراد وشاء من عباده كلهم أن يعبدوه، لكنه شاء وأراد عز وجل أن تكون العبادة واقعة من هؤلاء ولا تقع من أولئك. ولذا لو قيل لشخص في أمر دنياه لا تسعى وراءها، قد تكون هناك وظيفة والصفات المطلوبة في هذه الوظيفة موجودة فيك، فابق في مكانك ولا تسعى، فسيقول هذا خبل وجنون. فنقول إذا كان هذا هو اعتقادك في أمر الدنيا فلماذا لا يكون في أمر الدين؟ فكيف تحتج بالقدر على ترك الطاعة أو فعل المعصية؟ لو جاء إنسان وصفعك وقال لا تلمني فإن الله قد قدر أن أصفعك، أفترضى بهذا؟ لن ترضى بهذا. ولذا قال تعالى وهو أعلم بمن يستحق الهداية، وهو أعلم بمن بالمهتدين. المهتدين على اسم فاعل ليس على اسم مفعول، فدل على أن هناك فعلا يجب أن يحصل من العبد أن يبحث عن سبل الهداية. فقوله عز وجل وهو أعلم بالمهتدين، يعني بالمهتدي، يعني الذي سعى إلى هذه الهداية.